في سؤال دايما بيتسأل لي في العيادة، هو إزالة الشعر بالليزر آمنة ولا غير آمنة؟ أو أنا بعمل جلسات ليزر أكمل أثناء الحمل ولا لأ؟ طبعا إحنا الأول لازم نعترف إن إحنا ما عندناش ستاديز ولا دراسات نرجع لها في هذا الأمر عشان نقول هل هي آمنة أو غير آمنة، وبالتالي فيفضل دايما إن إحنا نتجنب الشيء اللي قد يكون غير آمن ومفيش أي أبحاث اتعملت عليه. بالإضافة لكده لازم نكون عارفين إن الجلد أثناء الحمل بيكون الجلد ضعيف والمناعة بتاعته ضعيفة، وبيكون سهل قوي إن يحصل فيه حساسية وحكة وهرش لأي مكان، يحصل فيه أي نوع من أنواع الإريتيشن، وده بيزيد طبعا في فترة الحمل. حتى بيحصل زيادة في الحروق من أي من التعرض للليزر أو ساعات استخدام الكريمات، زائد إن هرمونات الحمل اللي هما الاستروجين والأندروجينز بتزود نمو الشعر أثناء الحمل، لدرجة إن بعض الناس بييجوا يشتكوا إن في شعر ابتدى يظهر في أماكن في العادي ما كانش فيها شعر، زي البطن والوجه زي ما انتم شايفين، الرقبة، خلاص السايكل بتاعت النمو بتاعت الشعر بتكون مختلفة أثناء الحمل. بنلاقي إن الوقت اللي بيحصل فيه نمو للشعر بيكون أطول، والفترة اللي هي بيحصل فيها سقوط للشعرات بتكون أصغر، فده بيأثر جدا ان احنا الشعر عندنا بيزيد او بيظهر في اماكن غير اعتيادية بالنسبة لنا، وبيكون اطول وساعات بيكون اغمق وثيك شوية، يعني لونه مختلف. طيب الحاجة التانية اللي بتخليني برضو معملش ليزر، ان ممكن يحصل من الليزر ده بعض التصبغات اثناء الحمل. ما فكر التصبغات بتزيد جدا أثناء فترة الحمل، يبقى أنا ممكن يحصل حساسية، ممكن يحصل تصبغات، ممكن يحصل سكارينج تيشو اللي هو مكان الحكة وكده، يبقى في عندي علامة متسابة في المكان بلون مختلف. وبيزيد طبعا عدد الجلسات لأن الشعر بينمو بسرعة جدا وبينمو في أماكن حتى غير اعتيادية، فأنا لو هعمل ليزر هحتاج عدد جلسات يمكن يكون ضعف الجلسات العادية اللي أنا بعملها. فالفكرة الأساسية في الموضوع نحاول نتجنب الليزر أثناء الحمل. والشعر الزايد اللي بيطلع لك ده بعد الولادة إن شاء الله ب few months، بعض الشهور كده يعني من 3 إلى 6 شهور يبتدي الشعر الزيادة ده يقع، وشعرك العادي اللي كان زايد أثناء الحمل برضو يقع، ويتفضل لنا الشعر اللي احنا هنتعامل معاه بعد كده اللي هو النورمال هير بتاعك، الطبيعة بتاعتك هترجعي لها بالظبط. طيب السؤال، طب أنا أعمل إيه؟ يعني أشيل الشعر إزاي؟ ممكن أشيل الشعر بالواكس أو بالسويت أو بشفرات ناعمة، الحاجة اللي بتواجه معظم الأمهات ان البطن بتكون كبيرة فهي مش عارفة تروح للبرايفت اريا، ممكن اي حد يساعدها في انها تزيل الشعر من الاماكن الحساسة. طيب بعد الولادة اشيل الشعر امتى؟ اشيل الشعر بعد الولادة لما يلتئم الجروح اللي موجودة في العيان او تلتئم مكان القيصرية تماما، وبنحاول نبعد لو في ليزر ولا حاجة نبعد عن المكان اللي فيه السكار، العلامة بتاعت القيصرية أو العلامة بتاعت شق العيان أو كده، نحاول نبعد عنها لغاية ما يحصل لها التئام كامل والجلد في الحتة دي يكون كويس وقوي شوية.